طيب انا كنت عايز اشوف الكارت ده. انا كده اطمنت. بصوا بقى، ده اللي كان عنده حسد وكان عنده سحر وكان عنده حاجات من الشهر اللي فات، واضح ان في تعافي، في مجموعه كبيره ولا بأس بها تعافت بالفعل. في هنا معافاه من عله او من مرض او من شيء كان تعبك، ممكن يكون كانت حالة نفسية، ممكن يكون كان سحر، ممكن يكون كان مرض عضوي، بس في تعافي وبنفوق وبنصحصح والدنيا بتبقى أحسن. أو ممكن يكون لي تفسير تاني إن الدلو بيطلق حكم نهائي على شيء. الكارت ده كنت عايزة أشوفه فعلا في إيه، والحمد لله طلع. فيه فلوس من شخص كبير. شخص كبير ده ممكن يكون مدير في العمل بيكافئك يا دل، مكافأة مالية، ممكن يكون أب أو أم بيدوا لأولادهم، ممكن يكون ورث لو الأب والأم متوفين، ممكن يكون زوج بيدي لزوجته. المهم إن في حد أعلى منك بيديلك فلوس، زي ما أنتم شايفين كده الصورة شارحة نفسها، حد أعلى بيديلك مبلغ مالي إن شاء الله. برضو أنا مصرة إن حد الدلو هيجيله فلوس. هو مفيش تطور مادي، الحاله الماديه مش هتتحسن، مش هتتطور، انما في فلوس جايه، في مبلغ مالي جاي وهيساعد اكيد اكيد. يعني الدلو اهو يعني الصوره باينه اهي. حيره برضو، الدلو على فكره من الابراج المذبذبه جدا، اتخاذ القرار ده من اصعب الاشياء في حياته، لانه مش شكاك يعني. هو ممكن نقول عليه شكاك، ما مش واثق في شيء، مش لا يمكن يدي ثقه كامله، فهو متردد جدا في قرار معين ومركز في شيء جدا وهامل شيء تاني وراه. شايفين هي بتعمل ايه؟ بتبلق ميه، بتشيلها من الميه، بترميها في الارض. اوكي ماشي، بتسقي الزرع، اتفقنا، بتعملي حاجه، بس في حاجه وراكي اهم انت مش واخده بالك منها او مش واخد بالك منها. نركز على الصورة الأكبر يا دل، ركز على الصورة الأكبر. الدلو ما شاء الله عنده علو شأن في العمل، الناس اللي بتشتغل عندهم ترقية، ومش لازم تكون ترقية بالمعنى، أو حتى إنه حد بيقول لك برافو، أنت شغلك مية مية، أنت جاي ليك مستقبل، عارفين الكلمة دي؟ دي برايزل. حد هيقول لك برافو، وأنت هتكون فخور بنفسك وهتكون فخور بالعمل اللي أنت عملته. والناس بتهنيك كمان. ممكن توصل لحد الترقية، وممكن تبقى مجرد يعني إطراء بسيط يعني. الدلو عنده خناقة شغالة جامدة جدا، في خناقة، في حرب، في هنا حالة دفاع عن النفس، لا أنا ما عملتش كده، لا في ظلم، حالة دفاع عن النفس شديدة، وهو متنشن وعنده شبه اتزانه بايظ، يعني هيبتدي يفقد اتزانه. الكارت ده نصيحته اثبت مكانك يا دلو. وبرده دي بقى نصيحتي انا، مش نصيحه التارو، ما انت لازم تضيف برده لكروتك. لو انت شايف ان الموضوع لا يستدعي انك انت تدافع عن نفسك او تثبت العكس، كبر دماغك خالص. اللي عايز يفهم حاجه يفهمها، انت ماشي صح، انت بتعمل اللي عليك، خلاص مالكش دعوه، ولا تدافع عن نفسك ولا تبقى في حاله الانهيار اللي انت فيها دي. او انت في حاله منافسه شديده جدا، المنافسة شديدة، وانت بتبذل قصارى جهدك انك تثبت نفسك. لو هو ده الحال، اثبت مكانك وزق بوش مور، ان شاء الله هتوصل لحاجة. في خير جاي لك يا جدي يا دل، خير جاي لك بسرعة، اما انت خير عملته في حد زمان ودلوقتي بترد لك، او حاجة انت اشتغلت عليها كتير وما اخدتش الفايدة بتاعتها، ان شاء الله هتجنيها دلوقتي. الدلو طبعا قائد معروف، والدلو برضو بيتحمس قوي للبدايات في اولها، اي مشروع جديد بيبتدي، اي حاجه جديده بيعملها بيبقى متحمس لها جدا ومديها كل طاقته وتركيزه، وهوب يفقد الاهتمام ويبتدي يزهق ويشوف حاجه تانيه من غير ما يكملها. بليز كمل اللي انت بتبتديه طالما لقيت فيه نتيجه كويسه. في حاجه كمان، نصيحه تانيه يا دلو، في شخص قريب منك جدا مش بيتمنى لك الخير وبينصحك نصايح مش مفيده ليك. هذا البورس اللي قاعد هنا، هذا الكائن الطفيلي الصغير ده، هو هتحس ان هو طفيلي يعني باراشوت من الاخر، فاهم اللي هو ايه، بيستفيد منك حاجات، ده مش بيتمنى لك خير، خلي بالك وركز معاه جدا.
ونصيحتي دايما للناس خلي أعدائك أقرب من صحابك. اداله صابر على حاجة، صابر على شيء، متحمل شيء. افتكر الاعباء اللي عنده دي حالة الدفاع عن النفس او حالة المنافسة اللي هو فيها دي مخلياه مضغوط. عنده صبر، عنده صبر، صابر على حاجة، واللي هو يالله ما طولك يا روح، ربنا يدين القوة، ربنا يديها لك ان شاء الله. وتأكد ان اللي بيصبر بينول، هتاخد شيء كويس اكيد في الاخر. في حاجة جديدة خالص انت داخلها يا دلو، اما انه انت مسافر عندك سفر، او انت بتعمل كارير تاني خالص، او فتحت باب جديد من ضمن كاريرك، حاجة جديدة، والحاجة دي مشوارها طويل يعني يكاد يكون ملامس للسفر. شد حيلك، انت داخل على حاجة فيها منافسة، الطريق ده هيكون فيه منافسة شديدة. اثبت مكانك. كينج اوف سورس ده طبعا لازم يطلع للدلو اهو، القائد، انه القائد، كينج اوف سورس. بس هو مش بس قائد، هو ذكي جدا، هو بيعرف يسدي النصائح، الناس بتثق في رأيه لان عقله ما شاء الله. هو كمان زي الجدي في الحتة دي، بياخدوا بالهم من حاجات الناس الطبيعية ما بتاخدش بالهم منها. خلينا نكون فير، ده نوع من انواع الذكاء النادر الصراحه، اذكياء فعلا. ودايما الدلو لازم يكون هو السلطه، السلطه بتنبع من عنده هو، هو القائد. دي حاجه مش سهله يا دلو، لازم تستعملها كويس، ما تسيئش استعمالها بمعنى اصح. خلينا نلخص القرايه بسرعه. في معافاه يا دلو، زي ما قلت، الناس اللي كان عندهم سحر او حسد او حاله نفسيه سيئه او اي حاجه من تعب عضوي، ان شاء الله بيطيبوا وبيخفوا وبيبقوا احسن ان شاء الله. في فلوس جايه لك من شخص كبير. في هنا حيره من حاجه، وانت مركز في حاجه ومش واخد بالك من حاجه مهمه بتحصل وراك. خلي بالك في علو شأن وحاله يعني تحفيز، والناس مبسوطه بيك وفخوره بيك جدا. اصبر، الصبر مفتاح الفرج. اصبر على المنافسه اللي انت فيها دي، عندك منافسه شديده يا عيني، وانت واضح ان انت متوتر. حاول تستعيد التوازن بتاعك وتستعمل ذكائك المعتاد يا دلو، محدش يقدر يقف قدامه الصراحه. الدلو من اذكى الابراج، من اذكى الابراج فعلا. استعمله بدل التوتر، حط ده مكان ده. فاهمين قصدي؟ داخل على حاجه جديده يا دلو، حاجه انت ما كنتش متعود عليها وطريقها طويل. انت اضرب الحاجه دي. نخلي بالنا الوارنينج، هذا البورس شخص قريب منك وبيتغذى عليك، اوكي، وبيصحي صحي شويه، او على الاقل مش بيتمنى لك الخير. نخلي بالنا زي ما قلنا، اعدائنا يكونوا اقرب من صحابنا، لازم تحط تحت عينك كده وتبقى فاهم وعارف ان هو مش بيتمنى لك الخير ومع ذلك موجود. ايه الجمال ده؟ برضو طلع له الامبراطور. مفيش فايدة. الدلو عزة نفس، يعني هو شايف نفسه شوية، في سن غرور، بس هو شخص يعتمد عليه وعنده كبرياء طبعا وعزة نفس زي ما احنا عارفين. ما ينفعش تدوس على طرف الدلو، ما ينفعش. بس عنده ايه بقى؟ الصحة، يا تحسن، صحة كويسة، في حالة مرح، حالة أمان، حاسس بأمان. زي ما احنا شايفين كارت الشمس من أقوى الكروت، طاقته قوية جدا، طاقة الشمس يعني طالعة له، عنده طاقة حلوة جدا، عنده حاسس بأمان، متحوط بسور، بيتصرف بعفوية، وفي لعب، وفي في حالة انبساط الحمد لله، وحالة نجاح طبعا، ده بيدل على الصحة وعلى النجاح. تمام. الناس بقى اللي عايزة ارتباط، من الدلو فور اوف وانز اهو، فور اوف وانز ده احتفال، اجازة، خد اجازة اللي محتاج اجازة، او ممكن يكون ده زواج، احتفال بزواج، يعني في ناس هيتم زواجها ان شاء الله.
او الناس اللي تم زواجها وحاسه ان هي محتاجه اجازه، بليز روحوا اجازه، ده وقت مناسب جدا ان انتوا تاخدوا بريك وتاخدوا اجازه قبل يعني ما تبتدوا شغل جديد، ترجعوا للشغل الجديد يعني. صبر برضو، ادالوا هنا شكل المرحلتين، صابرين على حاجة، في حاجة عاملة لهم عبء وصابرين عليها ومستنين، هما مستنيين حاجة، يمكن تكون تطور مادي، ولو ده اللي انتم مستنينه ان شاء الله هيحصل في تطور مادي، ده king of one of pentacles، king of pentacles، تطور كويس جدا في الحالة المادية وحالة اكتفاء، وكمان هتبتدي بيوصف انك شخص سخي وكريم، كمان هتدي حاجات لناس محتاجة يعني، برافو عليك يا دلو، حاجة كويسة جدا جدا. برضو الدلو عنده حيرة في قرارين، محتار ياخد قرارين، القرارين دول شبه بعض، إجابة الكارت ده تمشي ورا إحساسك يا دلو، امشي ورا إحساسك، الإحساس هيقول لك عليه، وبرضو على فكرة الدلو عنده الموضوع ده، إحساسه دايما بيكون صح. بعد ما تاخد القرار ده انت هتدخل في مرحلة جديدة وهتكون يعني متطلع لها جدا جدا جدا، وهتسمع خبر حلو، في خبر حلو جاي لك يا دلو، انت كنت مستنيه بفارغ الصبر، ان شاء الله هتسمع الخبر الحلو ده. الموضوع ده علاقة بجواز انا مش عارفة، او عودة حبيب قديم، او عودة صديق، او عودة حد انت قريب منك جدا، هيرجع يتواصل معاك تاني وهيقدم لك شيء، يمكن ده اللي انت كنت صابر عليه. برضو الامبراطور الحاكم، انت اللي بتؤمر تطاع، بتحب يسمع كلامك في كل حاجة، وكمان انت اللي عليك عبء المسؤولية، انت المسؤول الاول والاخير، سواء بقى حطوا الموضوع ده في اي حته، اخ كبير في وسط اخواته، زوج وبيته، يعني جد كبير، هو ده المسيطر وهو ده اللي بيتسمع كلامه، وهو كسب المكانه دي من خلال مسؤوليه اللي هو شالها. حاجه حلوه جدا يا دل، احتفالات، جوازات، شمس طالعه، صحه حلوه الحمد لله، صابر على شيء وهيجي لك حاجات حلوه قوي، خبر حلو، بداية جديدة حلوة جدا انت متطلع لها قوي، عودة حبيب قديم او صاحب قديم او قريب قديم يودك ويعني يبادلك شيء، حيرة من موضوع ما، بس الحيرة دي امشي ورا احساسك فيها يا دلو، ان شاء الله احساسك هيدلك على الاجابة الصحيحة. ادي المجموعة الثانية لبرج الدلو القراءة العامة، هنشوف دلوقتي كومنتس دقيقة كده برضو، ونشوف الحالة العاطفية أخبارها إيه. القوس لسه ما قلناش القوس، أفتكر لسه تعرف شيء واحد، هو إمتى تجاوبي على كومنت؟ حبيبتي بجاوب على الكومنت بعد ما بخلص القراءة، ما ينفعش إزاي هقرا حاجة وأرجع أبص على كومنت بالعقل يعني، أخلص القراءة وأرد، ابعتي لي هنا دلوقتي وأقرا لك. امان وفرح مفيش الكلام ده خالص حضرتك، ليه كده يا برنسس؟ بس ان شاء الله ربنا يبعتك حاجات كويسه، تفائلي بس كده، تفائلي. وعليكم السلام اميره، اهلا. اخيرا يا ايناس، ايه ممكن الاسد ياكل لوبيا اللبن؟ اوكي، عشان دي مزحه يعني، اوكي ماشي. الحوت موجود، موجود ايمان في الصفحه حبيبتي، والجدي هنقوله قريب جدا يا ملاك. ايوه بالظبط كده يا هشام، هو ده احمد زكي، برافو عليك، ميرسي جدا لذوقك. ايه اوكي، ده منشن ماليش دعوه بيه، اتكلموا زي ما انتوا عايزين مع بعض. حبيبة قلبي يا منى ازيك؟ الجدي حاضر قريب جدا. القوس انا زعلانة قوي، من غير ما تزعلي يا فرح، ان شاء الله هنقوله قريب قوي قوي قوي، ولا تزعلي خالص. لا لا لا، مش بعرف ايه اللي هيحصل، حاجة احنا بنلعب هنا، احنا بنلعب
ده مين قال لك ان انا عارفه حاجه؟ انا ما اعرفش حاجه خالص. طب بص، انا كنت سايباك تقول كل اللي انت عايزه وتنتقد زي ما انت عايز، انما تقول عليا كفره، خد انت بقى الذنب ده وتفضل طير من هنا. مش من حقك تقول عليا كفره خالص، انت دخلت جوايا عشان تعرف انا مين، ممكن اكون احسن منك 100 مره عند ربنا. باي، يلا نشوف الحالة العاطفية للمجموعة التانية. ميرسي يا إناث قوي، منتظر يا حبيبي، يا رب يرجع لك يا نور يا رب. اوكي، قسمتهم ثلاثة علشان يعني تكون أقرب، يعني يكون عندنا معلومات أكتر، إنما لو قلت البرج كله على بعضه في قراية واحدة مش هيبقى فيه تفاصيل كتير. دي فرحتيني ان شاء الله يا كاتوشة، باذن الله حبيبي. ممكن اعرف لون شعرك ايه ولون صباع رقمك ايه؟ طب نانو، انا معلش سوري يا اولاد، ده موضوع مش هلمكو خالص، لون شعري الدرجه انا مش عارفاها يا حبيبتي، بس انا عارفه الاسم، اسمه صندري، يعني هتروحي للكوافير بتاعك وتقولي له عايزه اعمل صندري، بس هو من بنيات، يعني احنا بنيات. بشكرك يا عماد، بشكرك قوي. ده كده يوسف حاجات صح كتير عن جورجي. اوكي ميرسي يا ديرة على المنشن وعلى الكلام الحلو ده. طيب اتأخرنا على القراية، ونبتدي دي القراءة العاطفية للمجموعة التانية. برج الدلو، احمد يا ترى اخترت ال